كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عدد من الوثائق على هامش انعقاد الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ. وتستهدف الوثائق تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية. وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد الصناعات المصرية بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، والثانية بين المؤسسة وإحدى الشركات المعنية بإنتاج صناعات تحافظ على البيئة. كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار الصكوك وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي وأخرى لتحسين الخدمة الطبية في الدول الأعضاء في البنك.